السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح ننقل كلام لأحد الدعاة، نعم دعاة داعية سلفي، لكن هو غير ملتحي، لكن هو ينتمي إلى دائرة ابن تيمية بتفكيره الذي سنوضحه إن شاء الله، والذي سيعلنها عمار علي من فلسطين، الداعية السلفي الوهابي السني، سموه أي ما تسمونه. يقول الإمام علي عليه السلام: ليس من الخلفاء الراشدين، والله وحق محمد وعلي، لو كان فقط هذه فقط فائدة هذا البرنامج، برنامج السؤال بريء، لكفاه بأنه نميز أن هناك نواصب يعيشون ويانا بهذا الزمن حتى لا يتشخصوا ويقول نحن نحب أهل البيت عليهم السلام. طيب إذا الإمام علي عليه السلام ليس من الخلفاء الراشدين، أنت شنو بقيت لموضوع عدالة الصحابة؟ الصحابي منهم شخص ليس أهلا للحكم وليس أهلا للخلافة. إذا أنت هنا عندك اختلاف محوري وكبير جدا مع بعض العلماء بهذه الجزئية. فمسألة أن الإمام علي عليه السلام ليس من الخلفاء، هذه نقطة تبين أنك شخص ناصبي، والذي ستسمونه بكلامه وبتمام كلامه هو خير دليل وبرهان. نستمع ونقف. كم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عمار. أهلا أهلا فيك أستاذ عمار. المهدي خليفة؟ المقصود بخليفي حاكم، حاكم يعني، احنا نقصد بخليفي ان يكون حاكم. يعني ابو بكر حاكم؟ طبعا باجماع الامه بلا استثناء، حتى علي حاله يعني ايضا تبعه. طيب يعني ابو بكر ما يعتبر امام للمسلمين بالامامه العظمى، فقط حاكم. ما هو احنا نحن نقصد في امام او امام عظمى، نقصد فيه الحكم، هذا نحن ما نقصد اهل السنه يعني. يعني الامام علي، امام المسلمين حاكمهم. يعني الامام علي عليه السلام الان هو عندما كان في على راس الحكم كان امام المسلمين سواء بالدين او بالحكم. لا يعني البعض او قسم كبير من او اغلب الامه لم تبايع علي. ليش؟ لأنه كان هو محصور في منطقة العراق، بينما الأمة كاملة مثلا مصر وكذا والشام لم تبقى، يعني معاوية لم يبايع علي. بالعكس يعني. وشلون منو كان إمام الآخرين؟ والله في أحيانا تمر في فترات زمنية لا يكون هناك حاكم، يعني في فترة حكم علي لم يكن عليه إجماع من كل المسلمين، والدليل الذين لم يبايعوه، الذين لم يبايعوه مين كان إمامهم؟ من حاكمهم إمامهم؟ والله في تلك الفترة كانت فترة فتنة، لم يكن هناك حاكم لكل المسلمين، كان فقط على زين حاكم على قتل عثمان. هذا الجيش إذا لم يكن، بس اسمحني، هذا الجيش الذي يقاتل الحاكم طلع شلون 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 طلعوا غير بأمر حاكم، ولا طلعوا يعني لا لم يكن هناك حاكم للمسلمين. ليش؟ لأن علي لم يكن يملك سلطة. أدري هذا الجيش اللي حاربه، الجيش اللي حارب علي بن أبي طالب ما كان عندهم رواتب، ما كان عندهم بعير يراد لأكل، فرس يراد لأكل، هم على البعران نفسهم يراد لهم أكل، من يصرف عليهم؟ في دولة ما في دولة ولا هربجي؟ لا هربجي حجي. الآن أخ عمار اخ عمار لحظه بس، السؤال هو عسري وانت ماشي بطريقك وانت ماشي ارجوك. النبي صلى الله عليه واله قال: الخلفاء بعدي 12، صح؟ اول واحد ابو بكر، صح؟ نعم. وبعدين عمر بن الخطاب، صح؟ نعم. وبعده عثمان بن عفان، صح؟ نعم. وبعده علي بن ابي طالب، صح؟ لا، بعده حدث خلاف، حدثت الفتنة بعده، يعني علي بن أبي طالب. أحسن، يعني لحظة، يعني علي بن أبي طالب ليس من الخلفاء الاثني عشر، صح؟ هذه عليها خلاف، البعض يعتبره من الخلفاء البعض لا يعتبره من الخلفاء. يزيد منهم؟ يزيد عليه الإجماع الأمي، هذا من الخلفاء، لا نقاش، يعني لا من الخلفاء هذا ما يعني نناقش فيه. يعني علي بن أبي طالب ما عليه إجماع، ما يعتبر خليفة من الخلفاء الاثني عشر، لكن يزيد يعتبر.
لأن علي لم يكن يحكم نهائيا، لم يكن يملك أي سلطة على الدولة الإسلامية نهائيا، بالعكس حتى لم يستطع أن يعاقب قتلة حسام. تخيل إلى أين إلى أي ضعف في الحكم. فبالتالي لم يكن لا يملك. أعطيني يا أخي مجال. لم يكن حتى العراق لم يكن يحكم العراق، فقط الكوفي، بعض البواحي الكوفي كان يعني تابعين له، يعني شكل حتى شكليا تابعين له، يعني ريت فعليا. فبالتالي كل الدول الإسلامية لم تكن تتبع إلى علي نهائيا، لم يكن يملك أي سيطرة. والدليل أن الشام لم تتبعه، المدينة والجزيرة العربية لم تتبع، لا أحد تبع علي أصلا. زين كل الصحابي لم يحكم علي إلا باستثناء معدودين في الأصابع اليد. أنا أحسنت على على يعني على هاي الصراحة. بس بقى بس سؤال واحد أستاذ عمار. أستاذ عمار، لما النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل يعني علينا بسنة علي نعتبره من الخلفاء الراشدين ولا نخرجه؟ اختلف العلماء في موضوع علي. البعض ماذا تقول؟ اترك العلماء، انت ماذا تقول؟ هل هو من الخلفاء الراشدين ام لا؟ انا اتبع العلماء. انا العلماء بقول الشيء اتبعه. اليوم انت صرت تتبع العلماء اليوم. خلينا نشوف انت لحظة يا سيد، تتبع من؟ تتبع لحظة، انت تقول انا اتبع العلماء، انت تقول اختلفوا، فيهم من يقول انه علي هو من الخلفاء الراشدين وفيهم من لا يقول، انت مع من يقول ان علي هو الخلفاء الراشدين ولا مع العلماء اللي يقول لا علي ليس من الخلفاء الراشدين؟ والله انا بالنسبة لي اعتقد انه علي لم يكن حاكم يملك السلطة على الدولة الإسلامية. هذا ليس كلام بإجماع السنة والشيعة. يعني أنا كلامي أنا كلامي، أعطينا يا أخي مجال اصبر، أنا كلامي مطابق للسنة والشيعة. السنة والشيعة أجمعوا أن علي لم يكن يحكم لا الشام ولا مصر ولا الجزيرة العربية. أين إذن أنا كلامي؟ فبالتالي هو فبالتالي اصبر قليلا اصبر فبالتالي بس لحظة لا مو حتى سأخذ اللقاء. وفبالتالي هو ليس من الخلفاء الراشدين لأنه ما أجمعت عليه الأمة. نعم هذا ليس عليه إجماع من الأمة أبدا نهائيا، بالعكس. خلينا أصحح لك المعلومة. أولا علي بن أبي طالب حاكما على الكوفة، على العراقين الكوفة والبصرة، وحاكما على الحجاز. اسمع وحاكما على اليمن، وحاكما على مصر، وحاكما اسمع حاكما على مصر. إلا لا صحيح هذا الكلام، لا صحيح هذا الكلام صحيح. إلا الشام. وبعد ذلك أرسل خالك معاوية، أرسل معاوية بن خديج وعمرو بن العاص إلى مصر، وكان بها محمد بن أبي بكر بن خليفتك أبو بكر، فقاتلهم فقتلوه، وقتلوه عطشانا وجعلوه في جيفة حمار وأحرقوه واستولوا على مصر. يعني الفتنة اللي سواها خالك معاوية هو اللي كان يسلب الولايات من علي بن أبي طالب، هي هاي المشكلة، مو أنه علي بن أبي طالب محاكم. لا علي بن أبي طالب كان حاكم، بس اسمعني بس خالك معاوية كان يسرق الولايات، ها يستغل غفلة الناس يهجم على الولايات، كما هجم على المدينة بقيادة مسرف ابن عقبة المري. زين جيش معاوية هجم على المدينة وأيضا استباح المدينة في خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، وفعل ما فعل. إذا معاوية كان يسيطر على ما الفائدة من وجود علي؟ ما يسيطر معاوية يستخدم سياسة اضرب واضرب، يدخل جيشه يستبيح المدينة يومين ثلاثة أيام. لحظة خلينا نعطيك هاي المعلومة، خلينا نعطيك هاي المعلومة. أصبر إذا ما تعرف اسأل وتعلم. إذا ما تعرف يا رجل أرجوك خلي الناس تستفيد. الآن حينما ارتد من ارتد من العرب على قولكم في زمن أبو بكر، يعني أبو بكر مخوش حاكم لأنه الناس ارتدت في زمنه، ما حد يقول هذا الكلام. لا تقاطع اسمعني الآن اسمعني. حينما حدث انقلب الصحابة، جاءوا أهل مصر وجاءوا أهل العراق إلى عثمان بن عفان وعملوا ثورة وقتلوا عثمان ونزعوه من الملك ودفنوه في الزبالة،
رموه في حش كوكب على الزباله. يعني عثمان مخوش حاكم ما كان يحكم، خالك معاويه ارسل جيش بقياده مصرف بن عقبه المري، دخل المدينه سلب ونهب وطلب جابر بن عبد الله الانصاري وفعل ما فعل، وقالت له ام سلمة بايع انها بيع الضلاله عند البخاري في التاريخ. اسمع اسمع في التاريخ الكبير، اسمع 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 هاي النقطه، اسمع هاي النقطه. وبعد ذلك هرب حينما سمع بقدوم جيش علي بن ابي طالب، هرب، استخلف ابو هريره على المدينه. مصرف بن عقبه استخلف وجاءه احد قواد علي بن ابي طالب الذي هو جاريه، جاريه من قدامه، قال اما والله لو امسكت ابا سنور لقتلته. ها خلى ابو هريره خليفه، فكان يضرب ويهرب، كذلك فعل في مصر، قتل محمد بن ابي بكر. معنى هذا ان علي بن ابي طالب مو حاكم؟ يعني علي بن ابي طالب شيء نسوي له مثلا سور مال جيش مال مقاتلين واقفين مستعدين لخالك معاويه؟ فعل باليمن نفس الشيء، وقتل ابن عبيد الله بن عباس وامهما ذاها عقلها، جنت طفلان صغيران. فهذا هذا اسلوب خالك معاويه. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي، مثل ما سمحتوا مثل ما شاهدتوا دائما ما يأتي هذا الشخص ويقول الإمام علي عليه السلام من الخلفاء الراشدين أو بعض الأشخاص من الذين ينتمون إلى الوسط السني ويقول نحن مع أول الإمام علي عليه السلام من الخلفاء الراشدين. إذا عمدت أسباب أن الإمام علي عليه السلام لم يحكم، يعني أخواني فالسؤال مهم جدا وبسيط وأيضا مختصر، هو السبب بالذي لم يبايع الإمام علي عليه السلام أو المشكلة بالذي أو عفوا المشكلة بالإمام علي عليه السلام؟ يعني الله عز وجل أراد أن الإسلام ينتشر، أو يعني نعم الدين الإسلامي أو الشرائع الإسلامية أو الحق بصورة أو بأخرى. يعني اليوم إذا عندنا مليار مليارين ثلاث مليارات ما يتبعون الإسلام، يعني هل الله عز وجل لم يبسط قدرته ويصبح والعياذ بالله يعني ليس عفوا أهلا، وأقولها يعني تجوزا أو أقولها بشكل أو بآخر لتقريب المعنى، وأستغفر الله وأقولها وأكررها أستغفر الله، يعني الله عز وجل إذا ما سيطر مثلا الهند مثلا بهم مليار يعبدون بقرة أي ما كانت عبادتهم، يعني ذولا نلوم رب العالمين لأنهم خرجوا عن الفطرة السليمة، أو يكون الموضوع بشكل هم اللي ملامين أو هم اللي يتحملون الخطأ والوزر. اخواني اخواتي، بين الشيخ احمد سلمان ان خالك معاوية او عفوا السيد ميثم السيد الفاضل الجليل السيد ميثم الموسوي ان المشكلة بمعاوية وليس بالامام علي عليه السلام، وهذا هو قول العقلاء، حيث ان الامام علي عليه السلام لا يتحمل من يحاربه ويصبح هو صاحب الذنب والعياذ بالله، وفقا لكلام هذا الشخص عمار علي من فلسطين، وفي امان الله.